السلام عليكم متابعي قناة كلكت ميديا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم حنتكلم عن مسلسل باب الحارة الجزء 11 الحلقة 14. طبعا هذا الفيديو راح يكون ملخص الحلقة، واللي بده يشوف الحلقة كاملة رابط الحلقة بالوصف أسفل الفيديو. والآن خلونا نبلش. بداية الحلقة بكونوا أهل الحارة قاعدين بالقهوة بيستنوا المطرب، وبيجي المطرب وبغني لكل الحضور، وبتكون أخت شكري بتبكي، وبعدها بكون أبو عزام قاعد مع مرته وبنته، وبكون أبو عزام بيحكي إنه ما بده الكركون يتدخل في مشاكله لأنه ما بيجي إلا وجع الراس وكره الناس. بكون عصمته ابن فخري بيحكوا في قصة جواز فخري من صفية، وبكون بيحكوا إن الموضوع لازم يتسكر وفخري مش راح يتزوج صفية. وبكون أبو مصطفى بيحكي مع بنته بخصوص إنه يحيى ابن أبو النار طالب إيدها، وأبو مصطفى رافض. وأبو مصطفى بيصرخ على بنته بتخانق معها وبيحكي أنا بفرجيك يا أبو النار أنت وابنك الواطي. وبرانة بتطلب من أبو سليم إنه يروح على حارة الضبع حتى يسأل عن أهلها، وبتروح أم زكي وأم بشير وهدى على أم عزام حتى يزوروها. وأم زكي بتحكي لأم عزام شو عملت الزهور وبنتها فيها وفي جوزها أبو معروف. ومحجوب بسأل أم منصور مين اللي خبر عنه للكركون، وبتطلع ثريا وبتحكي له إن هي اللي خبرت عنه لأنها خافت منه بعد ما عرفت إنه كان بده يقتل أخته. ومرته لأبو نحلة بتقول له يحفر في غرفة تانية لأنها متأكدة من وجود ذهب. والعقيد راتب شباب الحارة بكونوا عاملين كمين لفرنساوي وبفجروا فيهم لغم. وراح نشوف في هذه الحلقة دخول شخصية أبو سرور للمسلسل. أبو سرور بيحكي لمرته بدنا الشغل اللي جينا علشانه يمشي، وبروح الكاتب لعند بيت أم منصور وبيعطيهم الجريدة. وبكون أبو منصور بيحكي مع مرته إنه كيف بدنا ندخل على حارة الصالحية، وهو بقول لها إنه أبو جودة رح يساعدنا. وبكونوا جايين على الحارة حتى ياخدوا بطار جدهم. وبروح أبو مصطفى لعند أبو النار، وأبو مصطفى بيحكي لأبو النار اطلع من الحارة أنت وابنك أأمن إلك ولإله. وبروح أبو جودة لعند أبو رمزي وبياخد شكري حتى يحقق معه. وبروح أبو رمزي يقدم شكوى عند أبو مشعل على أبو جودة عشان يطلع ابنه. وأبو جودة بيحكي لمزين يضرب شكري فلقة حتى يعترف. وهذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكو. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو وادعمنا باشتراك في القناة. أشوفك الفيديو الجاي، سلام عليكم. I'ma take you to an island. All I really need is timing. Mix a little Tanqueray with your love. Got me feeling all warm.